الرئيس السيسي يتوجه بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على حفاوة الاستقبال بالمملكة العربية السعودية. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسك الحج في أول أيام عيد الأضحى المبارك. الجيش الإسرائيلي يعلن عن وقف تكتيكي للعمليات في غزة لأغراض إنسانية وانقسام داخل الحكومة رداً على القرار. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. في خير أيام الله أيام الحج، وفي خير بقاع الأرض مكة المكرمة، يتوافد جموع حجاج بيت الله الحرام بعد أن من الله عليهم بأداء الركن الأعظم للحج وهو الوقوف بعرفة، يكمل باقي الشعائر المقدسة. هناك في منى حيث يرمون الجمرات ويحلقون رؤوسهم وينحرون هديهم، وخلال أيام التشريق الثلاث يعيش الحجيج جوا روحيا يتعرضون فيه لرحمات الله بين متضرع ومبتهل وملبي وداعي لله عز وجل، حيث ترتفع الدعوات إلى عنان السماء طمعا في مغفرة الله ورحمته ورضوانه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد على حفاوة الاستقبال بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة أداء فريضة الحج لهذا العام. كما أعرب الرئيس السيسي عن الإشادة والثناء البالغين بما شهده ولمسه من حسن التنظيم الرائع من السلطات السعودية لمناسك الحج والخدمات المقدمة لملايين الحجاج وتيسير أمورهم كافة في أجواء روحانية عامرة بالأمن والأمان وفي طمأنينة ويسر. توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لمجموع المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج، حيث بدأ أكثر من 1,800,000 حاج أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى جمرة العقبة. وبعد أن يفرغ الحجاج من رمي جمرة العقبة يشرع لهم في هذا اليوم أعمال النحر، حيث يبدأون بنحر هديهم ثم الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة، وبعد ذلك يستمر الحجاج في إكمال مناسكهم فيبقون أيام التشريق في منى يذكرون الله كثيرا ويشكرونه أن من عليهم بالحج ويكملون رمي الجمرات الثلاث، يبدأون بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى وكل منها بسبع حصيات. الله أكبر، الله أكبر، الله
إن التاريخ سيتوقف طويلاً أمام تلك الحرب، يسجل بأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجدداً أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن الحل للأزمة الحالية سيتحقق من خلال مفاوضات تفضي إلى اتفاق متكامل مهما تربت إسرائيل وعطلت الوصول إليه. كما أكد هنية أن حركة مستعدة لإبرام اتفاق يضمن وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل من غزة وإعادة الإعمار والتوصل إلى صفقة تبادل المحتجزين والأسرى. أن الحل سيتحقق من خلال مفاوضات تفضي إلى اتفاق متكامل مهما تهرب العدو وعطل الوصول إليه. وثانيها، تمسكنا بدور الإخوة الوسطاء وأهمية ما يقومون به واستعدادنا لإعطاء الفرصة والمساحة الكافية لإنجاز مهمتهم النبيلة. وثالثها، استمرار العمل على كل المسارات من أجل إنهاء حرب الإبادة ضد شعبنا. والحركة مع فصائل المقاومة جادة لإنجاز اتفاق يتضمن البنود الأربعة: وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الشامل من غزة، والإعمار، وصفقة تبادل للأسرى، وأن يكون ذلك كله واضحا لا لبس فيه ولا يحتمل تفسيرات ولا تأويلات ولا يخضع للتأجيل أو المساومة أو المناورة. تظاهر الأردنيون اليوم بعد صلاة عيد الأضحى دعما للفلسطينيين في غزة خارج مسجد الكالوتي بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان. وهتف المتظاهرون ورفعوا العلم الفلسطيني ولافتة كتب عليها لا عيد وغزة تباد. وتجمع المتظاهرون في الأردن في العاصمة منذ أسابيع كما يجتمعون طوال أيام الأسبوع في ساحة مسجد الكالوتي دعما للفلسطينيين في غزة. اليوم نقول للمقاومة في غزة: نحن معكم دائما في كل الأوقات، في الأعياد في غير الأعياد نحن معكم، نحن مع بسالتكم، نحن مع حاضنتكم الشعبية التي تؤكد مرة أخرى ويوما بعد يوم أنها مع المقاومة حتى التحرير الكامل. حذرت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لبيب من الوضع الإنساني المأساوي في غزة. وأكدت وزيرة الخارجية البلجيكية ضرورة تنفيذ وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مشددة على أن سكان القطاع بحاجة ماسة إلى الإغاثة والمساعدة. طلب الحزب الديمقراطي الأمريكي في ولاية إيوا بوقف إطلاق نار فوري ودائم في قطاع غزة. كما طالب أعضاء الحزب خلال مؤتمره العام بتسليم المساعدات الإنسانية بشكل فوري لكافة المناطق في قطاع غزة، بالإضافة إلى وقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل التي يمكن استخدامها بشكل مخالف للقانون الدولي. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول.
ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الجيش الإسرائيلي قال اليوم إنه سينفذ وقفا تكتيكيا يوميا للنشاط العسكري في أجزاء من جنوب غزة للسماح بتدفق المزيد من المساعدات إلى القطاع بعد أن حذرت منظمات الإغاثة الدولية من أزمة إنسانية متزايدة. أضاف جيش الاحتلال أن النشاط العسكري سيتوقف اعتبارا من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 7 مساء يوميا حتى إشعار آخر على طول الطريق المؤدي من معبر كرم أبو سالم إلى طريق صلاح الدين ثم إلى الشمال. قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير أن قرار الوقف المؤقت للعمليات جنوبي غزة لم يعرض على مجلس الوزراء. وأضاف بن غفير أن هذا الوضع مخالف لقرارات مجلس الوزراء الإسرائيلي، وأشار بن غفير إلى أن من قرر هدنة تكتيكية لغرض انتقال إنساني في غزة لا يجب أن يستمر في منصبه. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا من القدس المحتلة رتيبة نتشة عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني. سيدة رتيبة، يعني الأوضاع ما زالت تتأزم على الأرض سواء فيما يخص الداخل الفلسطيني وقطاع غزة بشكل خاص أو فيما يخص أيضا أزمات الحكومة الإسرائيلية. برأيك كيف تسير الأمور وإلى ما ستؤول في الساعات القادمة؟ يعني التخبط اليوم في الداخل الإسرائيلي ما بين فتحة جبهة الشمال في الحرب مع جنوب لبنان وبين الاستمرار في توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة وفي رفح، يعني حسب تقديرات الجيش لا تستطيع إسرائيل فتح أكثر من جبهة في نفس الوقت، وإذا أرادت أن تنتصر في قطاع غزة فعليها إيقاف جبهة الشمال، وإذا أرادت أن تنتصر في الشمال وتوقف يعني الهجمات من قبل الجنوب اللبناني فهي عليها أن توقف الهجمات في رفح، وإلا فهي مجبورة باستدعاء المتدينين اليهود للدخول للخدمة العسكرية واستنفاذ كل الطاقات البشرية. كل واحد من هذه الخيارات يشكل تحديا ويشكل لربما صراعا في الداخل الإسرائيلي يجعل صورة الوضع على أرض الواقع متخبطة جدا ولا يمكن الوثوق فيها ومتغيرة بشكل متسارع من فيناء لأخرى، في حين أن الجيش أعلن أن هنالك هدنة إنسانية أو لربما تكتيكية لإعادة ترتيب أوضاعه بعد الخسارة البشرية الفادحة التي ألمت في جنود الاحتلال في رفح بالأمس. يعني الحكومة ترفض مثل هذه الهدن الإنسانية وتقول بأنها يجب أن تمر عبر الحكومات. دائما هنالك لربما يعني تصريحات متناقضة ما بين الحكومة ووزراء هذه الحكومة الذين يفتقرون إلى الخبرة السياسية وأهدافهم السياسية ومن بين الإرشادات التي يتوجه بها الجيش أو يصرح بها من هم يعني حتى نعم. خارج هذه الحكومة، لكن يبدو يكون من الخبرة العسكرية ما يكفي. نعم، يبدو أن الخلاف واضح وهناك شقاق داخل الحكومة الإسرائيلية. برأيك هل هذه الخلافات من شأنها أن تسقط الحكومة، أن تؤدي إلى إخفاق شديد يصبح على الملأ أمام الإسرائيليين ومن ثم سقوطها؟ للأسف حتى هذه اللحظة يعني هذه الحكومة منذ أن نشأت وهي إشكالية وهنالك يعني معارضة شديدة لها في الشارع الإسرائيلي على عدة يعني محاور وعلى عدة قضايا وتشكيك حتى في قدرتها على إدارة هذه الحرب المستمرة منذ 9 شهور، ولكن لا أعتقد بأن هذه الخلافات قادرة على إسقاط الحكومة. ما يستطيع إسقاط الحكومة حقا هو التدهور الاقتصادي السريع أو رفع الولايات المتحدة الأمريكية الغطاء المالي والدعم العسكري لهذه العمليات العسكرية التي يعني بالكاد تجعل إسرائيل قادرة على الاستمرار. نحن نعلم أن مديونية دولة الاحتلال ارتفعت إلى أكثر من 35 مليار دولار حتى هذه اللحظة نتيجة استمرار العمليات العسكرية، وأعتقد أن هذا العامل الاقتصادي وسيكون العامل الحاسم والأساسي في إيقاف أو إسقاط هذه الحكومة التي منذ أن جاءت كانت تعد بإصلاحات اقتصادية كبيرة جدا ومحاولة تحسين الوضع الاقتصادي المتردي أصلا في إسرائيل. أما الخلافات ما بين المعارضة ويعني الحكومة الحالية وهي شديدة منذ نشأة هذه الحكومة، لا أعتقد أنها ستكون موضع الحزم بل ستعطي يعني مزيدا من النوافذ دي يعني المجتمع العالمي والعالم دي النظر بتوازن نحو إسرائيل وعدم حسم أموره باتجاه
دولة الاحتلال. نعم، اليوم أولى أيام عيد الأضحى المبارك، كيف يمر العيد على القدس المحتلة وكيف يمر على الفلسطينيين؟ يعني أولا للأسف يعني نستطيع أن نقول أن أجواء العيد ليست كما يجب، خاصة في مدينة القدس القوى الشرائية ضعيفة جدا. خلال الأسابيع الماضية كان هنالك الأعياد اليهودية التي عطلت كثير من الحركة التجارية. بشكل غير مسبوق هناك تواجد مكثف بجيش الاحتلال داخل أيضا أروقة المسجد الأقصى المبارك وساحات المسجد الأقصى المبارك في تزامنا مع يعني الصلوات. وهذه طبعا الصورة لم نراها سوى في ما بعد 7 أكتوبر، هذا الانتشار المكثف داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك وتركيب المزيد من يعني الكاميرات الصوتية والمجسات الصوتية في داخل المسجد الأقصى وعلى الحائط الغربي من المسجد الأقصى. كل ذلك يعني جعل من وتيرة الاحتفال بالعيد أضعف في مدينة القدس، وكذلك الأمر في الضفة الغربية التي تعاني منذ شهور من هجمات عسكرية مكثفة واعتقالات تجاوزت 9000 معتقل حتى من 7 أكتوبر حتى اليوم. نعم، أشكرك جزيل الشكر من القدس المحتلة سيدة رتيبة أنتش عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطينية. قال العضو السابق بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس أن أمن إسرائيل يتطلب تجنيد مزيد من الجنود من كل شرائح المجتمع. أضاف جانتس أنه حان الوقت لوضع الخطوط العريضة للخدمة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن هذا لم يعد الخيار الأفضل بل هو الخيار الوحيد. تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب وعدة بلدات للمطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو. طالب المتظاهرون بضرورة التوصل إلى صفقة فورية مع الفصائل الفلسطينية لتحرير المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة. عشرات آلاف الإسرائيليين يطالبون بإسقاط الحكومة، ونتنياهو يقول نخوض حربا صعبة متعددة الجبهات. تعبيرا عن رفضهم سياسة الائتلاف الحاكم، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب وعدة بلدات إسرائيلية للمطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو والتوصل إلى صفقة فورية مع الفصائل الفلسطينية يتحرر بموجبها المحتجزون الإسرائيليون في قطاع غزة. ونظمت احتجاجات في مدينة القدس المحتلة وقرب منزل نتنياهو في قيسارية وفي حيفا شمالا وبئر السبع جنوبا، ونظمت المظاهرة المركزية ضد حكومة نتنياهو في شارع كبلان بتل أبيب، فيما جرى تنظيم مظاهرة أخرى بالمدينة للمطالبة بصفقة تبادل للمحتجزين. وفي مواجهة الاحتجاجات الكبرى قال نتنياهو إن إسرائيل تكبدت خسارة فادحة، في إشارة إلى حادث انفجار ناقلة الجند ومقتل 8 جنود إسرائيليين في رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة. نتنياهو أضاف أن إسرائيل في خضم حرب صعبة، وأنه رغم الثمن الباهظ والمذهل على حد تعبيره فإنه يجب على الإسرائيليين التمسك بأهداف الحرب والمتمثلة في تدمير قدرات حركة حماس العسكرية والحكومية واستعادة المحتجزين وضمان ألا تشكل غزة تهديدا مرة أخرى على إسرائيل، إضافة إلى إعادة الإسرائيليين الذين نزحوا من بيوتهم في جنوب وشمال البلاد بفعل الحرب على غزة والاشتباكات مع حزب الله. وتواصل إسرائيل عدوانها على غزة متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح الفلسطينية واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة وتحسين الوضع الإنساني بغزة. ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن انفجارات وقعت في مدينة رفح الفلسطينية إثر إطلاق المدفعية الإسرائيلية قذائفها على عدد من أحياء المدينة. أضافت وسائل الإعلام الفلسطينية أن مسيرات إسرائيلية تحلق بكثافة في أجواء رفح الفلسطينية وتطلق النيران تجاه فلسطينيين يحاولون الوصول إلى المناطق الغربية، هذا وقد استشهد 5 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم الشبورة في رفح الفلسطينية. Thank you.
تواصل مصر جهودها المكثفة في تجهيز وإرسال أكبر عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. بعد التحية، لازالت الجهود المصرية متواصلة ومكثفة لإنفاذ أكبر عدد من المساعدات الإنسانية للأشقاء داخل قطاع غزة، وعلى الرغم من أن اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك وهو يوم إجازة رسمية في مصر، لكن مصر لم تتوقف لحظة عن تجهيز هذه المساعدات. وهنا يتضح جليا يعني الفارق الكبير بين من الذي يقوم بتجهيز المساعدات وحرصه على إدخالها للأشقاء داخل قطاع غزة، ومن الذي يقوم بمنع هذه المساعدات وأيضا يتخذ من بعض الأيام للإجازة الرسمية الخاصة به بمنع دخول هذه المساعدات. ونحن هنا نتحدث على الجانب الإسرائيلي. أول أيام عيد الأضحى المبارك اليوم، مصر قامت بتجهيز العديد من شاحنات المساعدات، وتم إدخال ما يقرب من 100 شاحنة، لكن لازال الجانب الإسرائيلي يواصل الإجراءات التعسفية، حيث تم عودة 17 شاحنة من هذه الشاحنات، بالإضافة بالطبع يعني إلى بعض الشاحنات التي أفرجت حمولتها وعادت، وأيضا تم دخول 4 شاحنات للوقود وتحديدا للغاز. فلازال الاحتلال الإسرائيلي يواصل التعنت في منع دخول أكبر عدد من شاحنات الوقود. ليس هذا فحسب، ولكن أيضا آلية تفريغ هذه الشاحنات التي تأخذ وقت طويل في تفريغ الشاحنات في خزانات تابعة للاحتلال الإسرائيلي، ثم بعد ذلك الشاحنات التي تأتي تابعة للأمم المتحدة في يعني تفريغ هذه الحمولة مرة أخرى. بالتالي هذه العملية تأخذ وقت طويل. على الجانب الآخر، كنا نتحدث في الأيام الماضية عن عودة بعض الشاحنات المحملة بالأدوية، وفي هذا الصدد تحدث المتحدث باسم منظمة اليونيسيف داخل مدينة رفح الفلسطينية بأن كانت هناك شاحنة يعني محملة بعدد من الإمدادات الطبية وعلاجسو التغذية لأكثر من 10,000 طفل، وبعد أخذ كل الموافقات على استلام هذه الشاحنة تم رفض هذه الشاحنة وعودتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. فيما يتعلق أيضا بالذي تم الإعلان عنه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدنة تكتيكية لدخول أكبر عدد من المساعدات، ولكن هذا يتنافى مع أرض الواقع والصورة الحقيقية التي تؤكد قلة دخول المساعدات لقطاع غزة، وهذا يأتي ضمن الإجراءات التي تفاقم الأزمات الصحية والكارثية داخل قطاع غزة. هذه هي الصورة، والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى. حضرت منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان جنين هانس بلاسخريت ورئيس هيئة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان أرولدو لازارو من مخاوف نشوب صراع أوسع نطاقا بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي. وأعرب المسؤولان الأمميان عن قلقهم العميق حيال التطورات على حدود لبنان في الآونة الأخيرة. خطر حقيقي تواجهه الحدود الجنوبية للبنان، وخوف من نشوب صراع أوسع نطاقا بين حزب الله والجيش الإسرائيلي. هذا ما حذر به مسؤولان في الأمم المتحدة. منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان جنين هينيس بلاسخارت ورئيس قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان أرولدو لازارو أكد أنهما يشعران بقلق عميق حيال التطورات على حدود لبنان في الآونة الأخيرة. وأطلق حزب الله الأسبوع الماضي وابلا من الصواريخ والطائرات المسيرة، هو الأكبر منذ بدء تبادل إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي قبل 8 أشهر بالتزامن مع بدء الحرب على غزة، مؤكدا أنه تم استهداف قاعدة ميرون بالصواريخ الموجهة، ونفذ هجوما بأسراب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة إسرائيلية أخرى ردا على استهداف بلدة جويا اللبنانية. وخلال القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله، أسفر التصعيد عن مقتل 471 شخصا على الأقل في لبنان، من بينهم 307 أشخاص على الأقل من حزب الله، وقرابة 91 مدنيا. في المقابل، أعلن الجانب الإسرائيلي عن مقتل 15 عسكريا و11 مدنيا. ووفق مصادر رسمية لبنانية، أكد حزب الله أنه لن يوقف إطلاق النار ما لم يتوقف العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة. ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر في قطاع غزة، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف بشكل شبه يومي. هذا وتعمل الولايات المتحدة وفرنسا على التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض تنهي أعمال القتال على الحدود الجنوبية للبنان.
قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا إن مواقف كييف وضعت في الاعتبار صياغة البيان الختامي لقمة زعماء العالم والمنعقدة في سويسرا لتحقيق السلام في أوكرانيا. أضاف كوليبا للصحفيين في سويسرا أن نص البيان الختامي صار مكتملا ومتوازنا، وأشار وزير الخارجية الأوكراني إلى أنه لم تتم مناقشة أي خطط سلام بديلة خلال المؤتمر الذي استمر يومين. أفادت مسودة البيان الختامي الصادر عن قمة سويسرا رفيعة المستوى بشأن السلام في أوكرانيا بأن الحرب الروسية على أوكرانيا تواصل التسبب في معاناة إنسانية ودمار واسع النطاق وخلق أزمات ذات تداعيات على العالم. أكدت المسودة على التزام الدول المشاركة بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو باستخدامها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي ومبادئ السيادة وسلامة أراضي جميع الدول ومنها أوكرانيا. وأوضحت المسودة أن أي استخدام للطاقة النووية والمنشآت النووية يجب أن يكون آمناً ومحمياً وسلمياً من الناحية البيئية. كما شددت على أن تعمل محطات الطاقة النووية الأوكرانية ومنها محطة زابوريجيا تحت سيطرة السيادية الكاملة لأوكرانيا وبما يتماشى مع مبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها. نقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يستبعد إجراء محادثات مع أوكرانيا. وأضاف المتحدث أنه ستكون هناك حاجة إلى ضمانات من أجل مصداقية أي مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. كان بوتين قد دعا أوكرانيا إلى الانسحاب من 4 مناطق جنوب وشرق البلاد للدخول في مفاوضات سلام. وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا يوم 24 من فبراير عام 2022 إثر إعلان بوتين القيام بعملية عسكرية في الأراضي الأوكرانية. حذر مسؤولون روس من أن الاتفاق أو الإنفاق العام الهائل لدعم العملية العسكرية في أوكرانيا قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي في الفترة القادمة. يأتي هذا في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد الروسي وتيرة متسارعة من التضخم. مجددا يواجه الاقتصاد الروسي وتيرة التضخم وسط تحذيرات لمسؤولين من أن الإنفاق العام الهائل لدعم العمليات العسكرية في أوكرانيا قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي الفترة المقبلة. وحسب بيانات حكومية روسية أكدت أن زيادة الإنفاق الحكومي دعمت مواجهة العقوبات الغربية، ولكنها أدت أيضا إلى ارتفاع الأسعار ونقص العمالة في العديد من القطاعات غير المرتبطة بالحملة العسكرية. وكالة الإحصاء الروسية أكدت أن التضخم وصل إلى 8.3% على أساس سنوي في مايو الماضي، وهو أعلى معدل منذ فبراير 2023، ويمثل هذا ارتفاعاً مقارنة بنسبة 7.8% في نهاية أبريل الماضي، ويفوق بكثير المعدل الرسمي المستهدف للتضخم البالغ 4%. هذا وشكل الارتفاع السريع في الأسعار ضغوطاً على البنك المركزي الروسي في البلاد لمواصلة رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. والأسبوع الماضي أبقى البنك المركزي معدل الفائدة الرئيسية عند 16%، لكنه أشار إلى أنه قد يرفع تكاليف الاقتراض في المستقبل إذا لم تتباطأ وتيرة ارتفاع الأسعار. وحذر مصرف سبير بانك الذي تديره الحكومة الروسية الأسبوع الماضي من أن النمو في روسيا هش لأنه يعتمد على الإنفاق الحكومي لمواصلة دفع الأجور والإنفاق الاستهلاكي وليس على الاستثمار أو الإنتاج. دعا بابا الفاتيكان إلى إنهاء العنف وإزهاق أرواح المدنيين في إقليم شمال كيفو الذي تمزقه الصراعات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ومن ساحة القديس بطرس ناشد البابا فرانسيس السلطات المحلية والمجتمع الدولي فعل كل ما هو ممكن لوقف العنف وحماية أرواح المدنيين. وجدد البابا فرانسيس أيضا دعواته من أجل إحلال السلام في أوكرانيا وإسرائيل والأراضي الفلسطينية والسودان وماينمار وفي أي مكان يعاني فيه الناس من الحرب. (تصفيق)
قال رئيس تايوان لاي تشينغ إن الصين تعد ضم تايوان والقضاء عليها قضية قومية كبيرة. وخلال كلمة ألقاها في كاهسيونغ في جنوب الجزيرة بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس أكاديمية وامبو العسكرية، قال الرئيس التايواني إن طلاب اليوم يجب أن يدركوا تحديات العصر الجديد، وحث الطلاب في الأكاديمية العسكرية الرئيسية على ضرورة ألا يستسلموا للروح الانهزامية. وأضاف لي أن شعب تايوان هو بمفرده الذي يمكنه تقرير مستقبله. حذرت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية المواطنين خاصة في وسط الولايات المتحدة الأمريكية وشرقها من موجة من الحر الشديد التي ستجتاح البلاد. وبحسب الهيئة الوطنية للأرصاد فإنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة أرقاما قياسية بالنسبة إلى ما يتم تسجيله في شهر يونيو من كل عام. موجة من الحر الشديد تجتاح الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، هكذا حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية مواطنيها خاصة في وسط الولايات المتحدة وشرقها. درجات الحرارة التي يتوقع أن تسجل أرقاما قياسية بالنسبة إلى ما يتم تسجيله في شهر يونيو من كل عام ستبدأ موجاتها من الغرب الأوسط للولايات المتحدة إلى الشمال الشرقي، حيث من المتوقع أن تستمر شدتها طيلة الأسبوع بحسب الهيئة الوطنية للأرصاد. ولكون الحرارة هي السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالطقس في معظم السنوات الماضية، كان تحذير الأرصاد الجوية شديدا مطالبا مواطني المناطق التي ستشهد تلك الموجة بالتعامل مع الأمر على محمل الجد. العاصمة واشنطن هي الأخرى فعلت تنبيهها بشأن حالة الطوارئ الحرارية، فضلا عن الحديث عن تأثر المدن الكبرى الأخرى من شيكاغو إلى نيويورك. هو إذن التغير المناخي الذي يحدث كل تلك الموجات في غير أوقاتها الطبيعية. فموجات الحر المتكررة هي علامات لا لبس فيها على الاحترار المناخي، وذلك وفقا لعلماء المناخ الذين توقعوا أيضا أن تتكرر موجات الحر هذه وأن تطول وتصبح أكثر شدة. أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 4199 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 214 لعام 2024، ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ارتفعت تكبيرات العيد بين جنبات مراكز الإصلاح والتأهيل، فقد حرصت وزارة الداخلية على إقامة صلاة العيد بالتزامن مع إقامتها خارج هذه المراكز كأحد أهم أدوات المنظومة العقابية الحديثة، والتي ترتكز في أحد محاورها على إقامة الشعائر وأحياء المناسبات الدينية تأكيدا على معايير حقوق الإنسان. وقد شهدت صلاة عيد الأضحى حضور قيادات قطاع الحماية المجتمعية وعدد من شيوخ الأزهر، كما قدم رجال الدين المسيحي التهنئة للنزلاء بمناسبة العيد. مشاركة في الأعياد وفي كل المناسبات هي أمر إلهي، فكرة أن احنا طول عمرنا أخوات، طول عمرنا مع بعض، وطول عمرنا بنفرح مع بعض. لفتة جميلة قوي أن مصر تعيد على آلاف النزلة وتقول لهم عيدوا النهاردة في بيوتكم، ويخرجوا من هنا بعد ما تعلموا إزاي يعيشوا بطريقة أفضل من الأول، بعد ما تأهلوا جوه إزاي يطلعوا، عرفوا طريق الحلال، عرفوا الحرية تسوى إيه. هذه المشاركة التي يحرص إخواننا من الأقباط في على آدائها، ويحرصون على المجيء إلينا دوما، وذلك حالنا أيضا معهم حينما تكون الأعياد، نتبادل التهاني ونتبادل التحيات. جينا نعيد على أخواتنا المسلمين بمناسبة العيد زي ما بيعملوا معنا على طول في كل عيد، وربنا يخلينا للرئيس عبد الفتاح السيسي عشان هو عمل لنا المنظومة الجديدة ديت، التأهيلات ديت فيها كنيسة والجامع وبنعيد مع بعض ونفرح كلنا مع بعض. امتزجت فرحة النزلاء بالعيد مع فرحة المفرج عنهم بهذه المناسبة، فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار رقم 214 لعام 2024 في شأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
حيث تم الإفراج عن 4199 نزيلا تم الإفراج عنهم بهذه المناسبة، والذين انطبقت عليهم شروط العفو بعد فحص اللجان المشكلة من قطاع الحماية المجتمعية لملفاتهم، وبعد أن تم تأهيلهم وإصلاحهم وفقا لأحدث نظم الإصلاح والتأهيل التي تحرص وزارة الداخلية على تنفيذها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل مع مراعاة الأبعاد الإنسانية في السياسة العقابية. كلمة شرف واتحققت لما الإيدين اتعلمت إزاي تواجه الظروف. احنا فرحانين جدا والعيد قاعدين ان احنا هنخرج نقضي العيد في وسط أولادنا. ربنا يخلينا نصد الرئيس عشان ادانا فرصة جديدة ان احنا نبدأ حياة جديدة ونتغير. من داخل المكان دوت ما كانش معايا حرفة، لما دخلت اتعلمت الصنعة اشتغلت حرفة الترزي، بقيت اقعد على مكان خياطة، وان شاء الله لما اخرج بإذن الله هبدا الحرفه دي اشتغل في الصنعه دي وابدا حاجه جديده ان شاء الله اصرف بيها على بيتي وعلى نفسي. هنا اتعلمت صنعه ما كنتش ان انا احلم ان انا اتعلمها، ولا عمري في حياتي كنت افكر ان انا اقعد على مكنه واشتغل ترزي والكلام ده، والحمد لله ما حدش اثر معانا طبعا. الف 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 شكر سياده الرئيس. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي انه اتاح لي الفرصه ان احضر عيد الاضحى مع اهلي واولادي، الحمد لله. دلوقتي ننسى اللي كان وبكره مليان بالامان، بالصنعه دي هقدر اعيش، هقدر على الحمل التقيل، وهرد للبلد الجميل، واقدر اخطو خطوات جديده يخطوها المفرج عنهم لبدايه حياه جديده، حيث كان في استقبالهم ذويهم خارج مراكز الاصلاح والتاهيل بفرحه كبيره واشاده بقرار العفو الرئاسي الذي أعاد إليهم أبناءهم في أحضانهم، كما أشادوا بتغيير سلوكياتهم وما لمسوه من استعداد لبداية حياة جديدة. أشكرك يا سيادة الرئيس إن أخويا طلع بالسلامة الحمد لله، وعلى كل حاجة حلوة بتعملها لنا، نحمد ربنا يا رب. الحمد لله الحمد لله، ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك، الحمد لله. الحمد لله، ألف شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي إن طلع أخويا بالسلامة، ألف شكر، العيد عيدان والله. نشكر السيادة الرئيس اللي هو خرج ابن أولادنا كلها، مش ابني بس، أولادنا كلهم بالسلامة وكل عام هو طيب. التوسع بالإفراج بالعفو الرئاسي هو أحد أهم أدوات السياسة العقابية الحديثة، وهو فرصة للمفرج عنهم للبداية من جديد بعد تأهيلهم لتسهيل اندماجهم في المجتمع. شهدت القاهرة ومحافظات الجمهورية العديد من الاحتفالات وتوزيع الهدايا والألعاب على المصلين عقب الانتهاء من صلاة عيد الأضحى المبارك، وشهدت المتنزهات والحدائق أجواء احتفالية ابتهاجا بالعيد. من الحديقة الدولية بمدينة نصر ينضم إلينا كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. كريم، كل عام أنت بخير، اطلعنا على أجواء الاحتفالات لديك. نعم سارة، تحياتي لك وكل عام وأنت بخير، وكل عام والشعب المصري بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. هنا من الحديقة الدولية بمدينة نصر، هذه الحديقة المقامة على مساحة 55 فدانا، بدأ بالفعل المحتفلون بالتوافد على الحديقة الدولية منذ 9 صباحا تقريبا، فتحت أبوابها ليدخل إليها العائلات ويدخل إليها الأصدقاء ويدخل إليها الأطفال جميعا ليلعبوا في هذه الحديقة المليئة ب الأشجار المختلفة والمتنوعة والفريدة، حيث أن هذه الحديقة سميت بالحديقة الدولية لأنها مليئة ببعض الأجزاء أو مقسمة لأجزاء مختلفة، أجزاء للدول، كل دولة لها جزء خاص داخل هذه الحديقة تعرض بها يعني ربما أنواع أشجار مختلفة خاصة بهذه الدولة، معلومات عن هذه الدولة، شكل العلم الخاص بهذه الدولة. على سبيل المثال هناك يعني جزء خاص بالسعودية، بالكويت، بالبحرين، هذه بعض الدول العربية، هناك بعض الدول الأوروبية، بعض الدول أيضا من جنوب القارة الأمريكية، هناك دول مثل كوريا على سبيل المثال، كل هذه الدول لها أجزاء داخل هذه الحديقة تعرض فيها ثقافتها المختلفة وأشجار خاصة بها. أيضا العائلات يدخلون إلى هذه الحديقة لأنها صحيح. مساحة واسعة جدا مليئة بالأشجار أيضا، ويستطيعون أن يجلبوا معهم الألعاب الخاصة بهم أو حتى الأطعمة الخاصة بهم، وهي عادة مصرية خالصة بعد أن يقوموا كريم. بصلاة العيد صباح عيد الأضحى، ثم يتوجهون إلى الحدائق والمتنزهات ليفرغوا من طاقاتهم المختلفة وليتحركوا داخل هذه الحدائق كريم والمتنزهات. حدثني أكثر عن أعداد يعني المحتفلين بالعيد في الحديقة الدولية وأيضا مظاهر الاحتفال أكثر، دعنا في المشهد.
يبدأ يعني المواطنون وتبدأ العائلات بالدخول منذ 9 صباحا عبر هذه البوابات الخاصة بالحديقة الدولية، ليتوزعون داخل الحديقة الدولية داخل تحت الأشجار الكبيرة ليتحتموا من يعني ربما حرارة الشمس، ويتحرك الأطفال بعد ذلك سويا ليلعبوا إما بكرة القدم أو في بعض الأحيان يأخذ الأطفال الباتيناج الخاص بهم ويتحركون داخل هذه الممرات. هناك أيضا طفطف داخل هذه الحديقة يأخذ الزوار بجولة صغيرة مدتها تقريبا 20 دقيقة، يتحركون داخل هذه أروقة هذه الحديقة وتكون مثل جولة تعريفية للأطفال حول هذه الدول المقسمة أو داخل هذه الحديقة. أيضا العائلات يجتمعون سويا ويجلسون سويا ويتسامرون سويا، وربما أيضا يعني يجتمع أيضا الأصدقاء داخل هذه الحديقة. ربما رصدنا أيضا أنها هي فرصة للخروج من عالم التكنولوجيا الخاص يعني الهواتف المحمولة والتلفزيونات وغيرها، ويتحركون هنا بعيدا عن هذا العالم يستنشق الهواء النقي وينظرون إلى الأشجار والطبيعة ويجتمعوا سويا لتعود قيم الأسرة مرة أخرى وسط يعني فرحة كبيرة بعيد الأضحى المبارك وسط العائلات والأصدقاء هنا داخل يعني الحديقة الدولية. ربما أيضا تحدثت مع المواطنين وتحدثوا عن الأسعار الرمزية الخاصة بهذه الحديقة، وهي 20 جنيها للفرد، وأقل من يعني 6 سنوات لا يدفع تذكرة تكون بالمجان. لذلك أيضا قالوا أنها ربما من أجمل الحدائق التي زاروها، خصوصا لوسع مساحتها أو لكبر مساحتها، وأيضا لي يعني الرمز أو عفوا يعني لي التكلفة الرمزية البسيطة لدخول هذه الحديقة. أيضا توفر الحديقة أماكن لي الجلوس، وأيضا أماكن لي يعني للطعام، وأيضا أماكن لي المشروبات المختلفة. لذلك هي حديقة مجمعة بشكل عام لخدمة العائلات والأصدقاء. مظاهر احتفال جميلة، شكرا لك كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري، وكل عام وكل متابعينا بألف خير. شهدت ساحات الصلاة في الأسكندرية إقبالا كبيرا من المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وخرجت الأسر بكامل أفرادها من الرجال والنساء والأطفال للصلاة في الساحات وسط أجواء من الفرح والبهجة، وتوافد آلاف المصلين على ساحات الصلاة التي سادها الأجواء الروحانية، وتعالت التكبيرات الاحتفالية من الأسر والأفراد والشباب والأطفال عقب صلاة عيد الأضحى. أدى المواطنون في محافظة مطروح وزائروها من باقي المحافظات صلاة العيد وسط حالة من البهجة والسرور، وتبادل المواطنون التهنئة ثم انطلقوا للتنزه في حدائق وشواطئ المحافظة. واستعدت المحافظة للاحتفال بالعيد مع رفع درجة الاستعداد في قطاع المستشفيات والمراكز الصحية والقطاع الأمني. كما أدى المواطنون في محافظة البحيرة صلاة عيد الأضحى المبارك في أجواء من البهجة والسرور، وبدأ توافد المواطنين على المساجد في الصباح الباكر متبادلين تحية والتهنئة بالعيد. تجلت مظاهر الفرحة بالدعاء لحجاج بيت الله الحرام بإتمام أداء مناسكهم بعد أن أتم الله عليهم نعمة الوقوف بعرفات. شاركت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الغربية المواطنين باحتفالات عيد الأضحى المبارك في أجواء تسودها السعادة والفرحة، وحرصت مؤسسة حياة كريمة على توزيع الهدايا والحلوى على المصلين لا سيما الأطفال لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. في أجواء تسودها السعادة والفرحة، شاركت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الغربية المواطنين باحتفالات عيد الأضحى المبارك، وشهدت ساحة مسجد خليل بقرية محلة زياد إحدى قرى مركز ومدينة سمنود توافد المئات من المصلين الذين اصطحبوا أبنائهم للمشاركة في أداء الصلاة وسط أجواء احتفالية مميزة. والله إحنا بقالنا يومين بنجهز للتجهيزات دي، لأن العدد تخطى 30,000 النهاردة، وإن شاء الله يعني كالعادة حياة كريمة معانا في كل سنة وكل فرحة وكل بهجة بإذن الله. إحنا جينا موجودين هنا من امبارح بالليل من بعد صلاة العشاء تقريبا علشان نجهز لتجهيزات العيد وصلاة العيد، وجايبين هدايا معانا لأطفالنا والحبايبنا كلهم. طبعا النهاردة عيد الأضحى، وعيد الأضحى ده عيد الفداء وعيد الذبح وعيد التضحية،
وطبعا في فرحه لان جاي بعد الوقوف بعرفات وجاي بعد مناسك الحج، فدي شيء طيب طبعا، والفرحة دي بتعم المسلمين كلهم. مؤسسة حياة كريمة حرصت على مشاركة المواطنين في صلاة عيد الأضحى، وقامت بتوزيع الهدايا والحلوى على المصلين ولا سيما الأطفال لإدخال البهجة والسرور في قلوبهم. أجواء عظيمة جدا جدا، فأنا طبعا بشكر فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل أهل مصر. كل عام أنتم بخير، وكل عام ومصر بخير وفي أمن وأمان، ونتمنى أن كل مصر وشعب مصر وأهل مصر وقادتها وشرطتها وكل من على أرضها يكونوا بخير، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله كده نكون دايما يا رب في تقدم وازدهار. بصراحة كان النهاردة يوم جميل جدا 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 جدا، وإحنا بنصلي في الخير إن شاء الله، وكل عام والأمة الإسلامية كلها بخير وسلامة وصحة. مشاركة مؤسسة حياة كريمة في تنظيم ساحة الصلاة وتوزيع الهدايا حظى بإعجاب وثناء مئات المواطنين الذين أدوا صلاة العيد في ساحة مسجد خليل. توافد الآلاف من المواطنين بمحافظة الدقهلية لساحات المساجد لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك وسط تعزيزات وانتشار أمني. وأكد الخطباء في المساجد على ضرورة أن يدخل الفرح والسرور على الأيتام وكبار السن وذوي الهمم في هذا اليوم المبارك، وأن يتم نشر الحب والسلام في هذا اليوم. عمت حالة من الفرحة المواطنين في محافظة بني سويف خلال أداء صلاة عيد الأضحى المبارك. شاركت مؤسسة حياة كريمة المصلين فرحتهم وساعدت في تنظيم الصلاة في ساحة عمر بن عبد العزيز لتخرج بأفضل شكل ممكن. سعادة غامرة وفرحة لا توصف، هكذا كان حال المواطنين في محافظة بني سويف خلال صلاة عيد الأضحى المبارك. ففي ساحة عمر بن عبد العزيز شاركت مؤسسة حياة كريمة المصلين فرحتهم في العيد وساعدت في تنظيم الصلاة في الساحة لتخرج بأفضل شكل ممكن. لحوم الأضحية هيتم توزيعها على أهلينا الأكثر احتياجا في كل مراكز بني سويف، والنهاردة عقب صلاة عيد الأضحى على طول كنا بنشارك أهلينا برضو بفرحتهم بعيد الأضحى بتوزيع للأطفال مجموعة من الهدايا البسيطة. وكل سنة وكل أهلينا في مصر وكل رباحة بكل خير وبصحة وبسلام. النهاردة حرصنا أن احنا نكون موجودين مع المواطنين في احتفالية عيد الأضحى، ادينا لهم هدايا بسيطة، بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين، شاركناهم فرحتهم. ردود الفعل الحمد لله كانت كويسة، ما شاء الله لعدد كبير جدا هنا قدام مسجد عمر بن عبد العزيز، مبسوطين مع الناس، بنشاركهم فرحتهم، فرحانين بينا وفرحين بمتطوعين. وعلى الرغم من الأعداد الكبيرة للمصلين إلا أن هذا الزحام لم ينتج عنه ضوضاء، بل امتزجت كل الأصوات في صوت واحد ورددوا جميعا التكبيرات التي امتلأت بها الشوارع. كل سنة وحضراتكم طيبين وعيد أضحى مبارك على الجميع. بنحبين نشكر حياة كريمة النهاردة على وجودهم كلهم، وكلهم ناس محترمين وقاموا باللازم ووزعوا هدايا على الأطفال وفرحوا الناس كلها. حابين نشكر النهاردة حياة كريمة، طول عمرها مشرفونا كده ومنورونا في كل عيد ودايما بيوزعوا هدايا وبيفرحونا وما فيش عيد ما سابوناش فيه يعني. وبعد انتهاء الصلاة قام متطوعو حياة كريمة بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال لإطفاء البهجة عليهم، وحرص المصلون على تبادل التهاني والتقاط الصور التذكارية مع الأهل والأصدقاء توثيقا لهذه الأوقات التي لا تنسى وتوثيقا للاحتفال بالعيد المبارك. أدى أهالي محافظة كفر الشيخ صلاة عيد الأضحى المبارك في 385 ساحة و 4495 مسجداً بمدن وقرى المحافظة، كما تم توزيع الحلوى والهدايا والألعاب على الأطفال وسط حالة من البهجة والسرور. وبعد أداء الصلاة خرج المواطنون للتنزه في الحدائق والمتنزهات العامة مثل حديقة صنعاء وحديقة الحيوان وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق وحديقة العائلات فوى، وقاموا بالتنزه في الرحلات النيلية المختلفة، كما توافد عدد كبير من المواطنين بمصيف بلطيم.
سنة وانتم طيبين. شعب مصر العظيم، الشباب المصري العظيم، النهاردة أدينا الصلوات في المساجد وفي الساحات المتاحة، وبنشكر محافظ كفر الشيخ على إتاحة الساحات لأداء الصلاة فيها النهاردة، وخرجنا من الصلاة للمتنزهات والحدائق والشوارع. الأطفال موجودة، الكبار موجودة، الشباب موجودين، في تلاحم بين طواف الشعب النهاردة، في فرحة في الشارع. عيد سعيد عليكم إن شاء الله، وإن شاء الله السنة الجاية نشوفكم على جبل عرفات. كل سنة وأنتم طيبين، وعيد أضحى مبارك عليكم. إحنا بنخرج أكيد يعني هنا في النزهة، عندنا حدائق جميلة جدا، بلدنا حلوة أوي يعني في الفسح. وكل سنة وأنتم طيبين، وعيد سعيد عليكم. كل سنة وأنتم طيبين، وعيد أضحى مبارك، وسنة سعيدة عليكم وعلينا يا رب. توافد آلاف المواطنين بمحافظة بورسعيد لساحات المساجد لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك وسط تعزيزات وانتشار أمني. أقيمت صلاة العيد وسط أجواء من البهجة والسعادة، وتبادل المواطنين التهاني بالعيد. طيبين، والشعب المصري والعربي كله بخير، والاجواء زي ما انتم شايفين حلوه، واولادنا عايزين يشاركوا، والكل فرحان، ويا رب الايام كلها اللي جايه تبقى سعاده وهنا. الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل سنه وحضرتك طيب، وكل شعب مصر بخير وسعاده، وكل شعب بورسعيد بخير وسعاده، ويا رب دايما في سعاده وهنا، وعيد اضحى مبارك على كل الامه الاسلاميه. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم. ما شاء الله النهارده اليوم جميل جدا، والاجواء تحفه، والاف الناس نازله الشارع، بجد اليوم جميل. كل سنة وكل شعب مصر بخير. كل سنة ومصر كلها والدول ودول الشعب العربي كله بخير، وعيد سعيد إن شاء الله على الأمة العربية يا رب إن شاء الله، وكل سنة واحنا طيبين جميعا يا رب إن شاء الله. أدى المواطنون في محافظة شمال سيناء صلاة العيد وسط أجواء احتفالية مبهجة، تناولت خطبة العيد سنن العيد وآدابه وأهمية التزاور والتراحم بين المسلمين، وكيفية إدخال الفرحة والسرور على الأيتام والفقراء والمساكين. قامت المحافظة بتشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية، وغرف عمليات مركزية بكل مجلس مدينة، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وباقي الأجهزة والمرافق لضمان سرعة الاتصال بها حال حدوث عطل طارئ في أي مرفق، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة. أدى مئات المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك داخل المساجد والساحات المخصصة لأداء صلاة العيد بمحافظة جنوب سيناء، واستعدت المحافظة بفتح وتجهيز المساجد الكبرى على مستوى المحافظة لاستقبال المصلين، وتخصيص 7 ساحات لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، بينهم 6 ساحات بالمساجد الكبرى وساحة باستاد مدينة طور سيناء الرياضي. سادت أجواء من البهجة بين المصلين الذين تبادلوا التهاني والدعوات الطيبة. وفي أسيوط أدى الآلاف من المواطنين صلاة عيد الأضحى المبارك في 153 ساحة صلاة تم تحديدها، بالإضافة إلى 4202 مسجد بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة. وسط أجواء من الاحتفالات والبهجة في شوارع أسيوط، أدى آلاف المواطنين صلاة عيد الأضحى المبارك في 153 ساحة صلاة تم تحديدها، بالإضافة لأكثر من 4000 مسجد في المحافظة، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصلين. حياة كريمة دائما بنكون موجودين وسط أهالينا في كل المناسبات السارة وكل المناسبات السعيدة. النهاردة موجودين منسقين ومتطوعين حياة كريمة في أسيوط، بنقدم التهنئة لأهالينا في أسيوط على حلول عيد الأضحى المبارك. بنقدم مجموعة من الهدايا البسيطة، حلويات، البالونات، الحاجات البسيطة خالص للأطفال. بنقول كل سنة طيبين لأهالينا في محافظة أسيوط. المؤسسة بتوزع على الأطفال بعض الهدايا علشان نشارك أهالينا الفرحة، كعادة مؤسسة حياة كريمة بتقديم التهنئة
لأهالينا في كل المناسبات المختلفة. كل سنة وانتم طيبين وشعب مصر بخير. وعلت أصوات التكبيرات في الساحات والمساجد التي امتلأت عن آخرها بالمصلين الذين خرجوا برفقة عائلاتهم وأصدقائهم للاحتفال بالعيد. وشهدت الساحات والمساجد في أسيوط أداء الصلاة بحضور آلاف المصلين الذين اصطحبوا أطفالهم وسط أجواء احتفالية سادها الأمن والأمان، وتم فيها توزيع الهدايا والبالونات والحلوى على الأطفال بعد انتهاء الصلاة من قبل متطوعي مؤسسة حياة كريمة. مبسوطة جدا بأجواء العيد، وإحنا جايين من بدري قوي ووزعنا حاجات على الأطفال هدايا، الأطفال كانوا مبسوطين جدا وتصورنا معاهم. إحنا هنا متواجدين من ساحة مسجد ناصر بمحافظة أسيوط ميدان المنفذ، إحنا بنشارك أهالينا فرحة العيد وبنقدم لهم هدايا بسيطة من خلال مؤسسة حياة كريمة. النهاردة جاي أشارك مع حياة كريمة أفرح وأفرح الأولاد، ووزعنا حاجات حلوة كتير بعد صلاة العيد، شاركنا معهم وجبنا حاجات حلوة، وإحنا بننزل معهم وبنفرح زيهم أكتر. جايين نهني أخواتنا وعيد سعيد علينا بعيد الأضحى المبارك. بنقدم للأطفال بالونات وهدايا حلوة كتيرة، وطبعا شايفين الفرحة في عيون الأطفال، ودي حاجة كويسة قوي. ومن ساعة ما دخلنا في حياة مصر حياة كريمة دايما بتحاول تفرح أولادها وتفرح أجيالها. وتبادل المصلون التهنئة والتقاط الصور التذكارية مع الأهل والأصدقاء تعبيرا عن فرحتهم بالعيد. نهاية نشر عناوين الأخبار. الرئيس السيسي يتوجه بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على حفاوة الاستقبال من المملكة العربية السعودية. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسك الحج في أول أيام عيد الأضحى المبارك. الجيش الإسرائيلي يعلن عن وقف تكتيكي للعمليات في غزة لأغراض إنسانية وانقسام داخل الحكومة رداً على القرار. نهاية نشرة الثالثة، كل عام حضراتكم بألف خير. شكراً لكم وإلى اللقاء.